معكم الكغطان دو باتات. الكغطان دو باتات اللي كنحتاجو فيه بطبيعه الحال الملحه، البيتزار، هذه لا ميسكاد اللي كنقولوا ليها حنايا الكوزه، و لو فرماج غابي، و لا كريم فريش، و لا بيشاميل. دونك خديت البلا ديالي بطبيعه الحال، درت ليه الزبده و البطاطا ديالي قطعتها على شكل دواور بحال هذا الشكل هذا. ودابا ندوزو لطريقه التحضير. طريقه التحضير غادي ندير الملحه هي الاولى، طبيعة الحال الملحة كنديروها على حسب الذوق، يعني كل واحد والذوق ديالو. ومن بعد غادي نديرو الإبزار، ومن بعد غادي نديرو واحد التكة ديال الكوزة، لأن الكوزة كتعطي واحد المذاق هائل لغراتان دي باتات. دابا غادي نخلط مزيان، نخلط المقادير كاملة، نخلط مزيان مزيان مزيان. هذا غراتان دو باتات سي بور اكومبانيي فو بلا، باش ديرهم إما مع لي بواسون ولا لي سوسيس، لي ميرغيز، دي ستيك هاشي. كان اكومبانيون لي ساهل و كيتصاوب في وقت وجيز، يعني دغيا دغيا كيوجد ساهل. دابا بما انني صافي صوت البطاطا ديالي و تخلطات مزيان، دابا غادي نستفها في البلا ديالي لي غادي يدخل الفران بطبيعة الحال، و غادي ندير اون كوش ديال لي بطاط بحال اللي كتشوفوا هكذا. بيان سور كيما قلنا راه البلا ديالي درت ليه الزبده في الاول، انا كندهنو بالزبده دائما باش ما يلصقش، واخا البلا ديالي ما كيلصقش، المهم هذا كيبقى غير احتياط. وكنديروا اون كوش ديال البطاطا كوم سوسي. هاد لو غراتان كيوجد دغيا دغيا وساهل. ودابا من بعد ما كملت اون كوش دو باتات غادي ندير اون كوش دو فروماج. اون كوش دو فروماج بهاد الشكل هذا. من بعد بطبيعة الحال غادي ندير petite couche de la crème fraîche, elle dit la crème fraîche, les entières, liquide, ou entre temps, j'ajoute ma béchamel pour ramollir mes patates. Voilà. Et je continue avec une autre couche. ودابا غادي نعاودو العملية، غادي نديرو اون كوش دو فروماج باغ دوسو بهاد الطريقة هادي. اون بوتيت لوش دو كريم فريش، ومن بعد لا بيشاميل بطبيعة الحال اللي وجدت
بيشاميل في ميزون. لكن باش ما نطولش عليكم الفيديو، ما درتش طريقه التحضير ديالها، وغادي نمشيو على هذا الحال هذا، نوجدوا طبقه بطبقه حتى الاخر ونوريكم. دابا من بعد ملي كملت الطبيقات ديالي، غادي نكمل العمليه النهائيه اللي هي بشاميل. صافي كملت الطبيقات ديالي كلهم، الطيطه ديالي كملات، غادي ندير البشاميل. ومن بعد غادي ندير لا كريم فريش ديالي. ما عرفتش علاش كنقول ليما هاد ديالي اللي بقات فيا طبيعه، فيما تقدر تنقول لا بيشاميل ديالي، لو بلا ديالي، وهو راه ماشي ديالي، ديالنا كاملين. ومن بعد غادي نغطي كلشي بالفرماج، ندير فرماج غابي. لا ديرنييغ كوش سي دو فرماج. دونك على الطريقة كيكون أن الكراتان ديالنا وجد. بطبيعة الحال أنا سخنت الفران على درجة 110، دابا غادي نقص منو شوية باش يبقى غير على 100، وغادي ندخلها للفران ومن بعد نرجع لكم. إذا هو الكراتان ديالي خشيتو، درتو في الفران، دونك غادي نتسنى عليه تقريبا واحد 25 دقيقة، 25 دقيقة، ونرجع لكم من بعد. إذن ها هو الغطان ديالنا خرجتو من الفران، ها هو طاب من بعد 25 دقيقة. دابا غادي نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوا، شتي ها هو كيجي مويلو، ها هو كيجي مويلو وكيجي مزيان. هانتوما إلا لاحظتو هاديك لا بيشاميل هي اللي كتطرد الكراتان. هانتوما شو الفروماج، هو باقي كلشي هنايا، هو إلي بيان كراتيني بيان كوي، لي باتات سون بيان كويت. دونك هنا كنقول لكم الوجبة ديالنا هي هادي، وكنتمنى تكونوا على خير وبخير وفي أحسن الأحوال. ودائما تنقول لكم ما تنساوش راكم ديما في البلد.